واحد بيقول مشكلة زوجية تقدمت الى خدمة فتاة، وبناء على رغبة العروسة واهلها ووالدتها اصروا جميعا وبدون نقاش على ان يتم تقديم الشبكة والاحتفال في المنزل بدون اب كاهن وبدون معرفة الكنيسة بدون اوراق. وبعد 20 دقيقة من تلبيس الشبكة ظهرت مشاكل لا داعي لذكرها، وكان الحل من طرفها الانفصال، وبعد عدة محاولات من طرفي للصلح ولكن لم ينجح، فكان الحل هو الانفصال. هذا هو قرارهم الانفصال، وهي اختارت هذا. المشكلة هي عند رجوع الشبكة، والدها لم يرجع الحاجة يعني قيمتها كذا، وصاحب السؤال بيقولوا انا محتاج للحاجة دي. شوف يا ابني، انت غلطتك انك ما دخلتش الكنيسة في الموضوع، دي اول غلطة. ثاني غلطة لما تكون خطوبة تتعمل في البيت وبدون اوراق رسمية، يبقى كيف تكسب حقوقك وما فيش اوراق رسمية؟ في الاوراق الرسمية بيبقى فيه شهود والكاهن نفسه بيمضي، فتقدر تطالب بحقوق. ومعروف ان لما الخطوبة تفسخ يبقى الشخص اللي بسببه فسخ الخطوبة يخسر الشبكة والهدايا الثابتة. هدايا الثابتة يعني جاب لها خاتم، جاب لها حلق، حاجات زي كده. لكن الهدايا المستهلكة زي علبة شوكولاتة زي غيره دي ما تتحسبش. فانت حاول انك تطلب الحاجات دي وتدخل اباك هنا فيها، وان ما عرفتش يبقى انت اللي جنيت على نفسك وانت السبب. انا ما اقدرش اقول لهم يا جماعة ادوله فلوس، يعني دي